الاخوان المشاهدين السلام عليكم. احنا متواجدين دابا في ضواحي ام الزهر كندار في واحد الدعايه النموذجيه ديال واحد الصديق ديالنا اللي فيها حاليا دابا في هذا الوقت هادي الاصناف جولدن راندرز و ستوري فاريتي ستوري، وهذا هو لا جولدن راندرز تبارك الله، واحد الكاليبر اللهم صل على النبي تبارك الله شاهدوا تبارك الله، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. وهاد الضيعه تبارك الله هذه كتستحق الزياره تبارك الله شاهدوا. وحنا جيد فرحانين و سي سعيد ينوس بالزياره ديالنا لهاد الضيعه هذه ديال واحد الصديق ديالنا اللي في ضواحي وزير كندر اللي كنتمنى له ان شاء الله التوفيق. وجينا كما قلنا هاد النهار هذا ديال الثلاثاء 13 شتنبير 2021 22 الساعه تشير الى 10:20 وهذا هو اللي بغينا نشوفوا تبارك الله المجهودات وهاد الخيرات تبارك الله ديال هذا المكان هذا، وتبارك الله على هذا الفلاح هذا كنشكروه بزاف. هادي لا فاريتي ستوري و جولدن رانرز تبارك الله، هلا جولدن رانرز تبارك الله افيك ان اكسون طال. وبهذه المناسبة الله يسخر السيد والله يكمل عليه بخير وعلى خير، هذا تبارك الله كنشكرو هو والاخ ديالو تبارك الله اللي هما كيشرفوا على هاد الضيعه هادي والصيانه ديالها والوقايه ديالها، كنشكرهم بزاف 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 بزاف. وحنا فرحانين جدا وكنتمناو الفلاحه يكونوا بحال هكا ان شاء الله. هنا ملي كنشوفوا الانسان كيخدموا كنشوفوا حتى الاعمال ديالو تبارك الله والنتيجه اللي كتعطي الضيعه تبارك الله، راه اللي يخدم شي غادي يوصلوا، باش ما تقولوليش ما كاينش هاد العام ما كاينش هاد العام، واش تبارك الله الله يكمل بخير لا جولدن راندرز. هنا اللي يخدم شي راه يوصلوا، باش تقول لي راه ما كاين والو، كاين الحمد لله الخير اللي كيخدم واللي كيخدم راه غادي يوصل، اللي ما كيخدمش راه غادي يبقى تما. كنحييكم من ضواحي ام الزهر كندر الى فرصه قادمه ان شاء الله، معكم هرب موحاتي خلي سابق مصلحه حمايه النباتات المكتب الوطني للسلامه الصحيه انصاد زرو. للمزيد من المعلومات الاتصال بالرقم ديالي العزيز 06 68 94 97 37. الى اللقاء.